عافيه من عند صباغ جروب. اليوم باذن الله حركب شاشة على رينجلر. زلمه جاي من جزين، على شو على رينجلر؟ عن صباغ جروب عصيدا. شو بدك بهالشغله يا كبير؟ ما حتركب. تركب ما حتركب يا كبير. بتعرف مين حيركبها؟ مين؟ محمد حيركبها. محمد؟ ايه. وين محمد؟ شو بدك بهالفيلم الطويل انت؟ ليش عم تصور قصص؟ كاتشب؟ قلت لك ما حتركب، كاتشب. قلت لك ما حتركب. شو كاتشب بدها تطلع؟ جدا غيرني. تابع الفيديو للاخر وتعال ارجيكم كيف كان جوا. على فكرة هو الزلمة مركب شاشة بس صباغ جروب ما بيقبلها هيك نهائيا. هلا من ارجيكم شو حنعمل. عفو الله رمضان كريم. شو بنقول لهم؟ جيبه اذا فيك تجيبه. بتصور انه هذا لوين رايح انت؟ لوين رايح؟ شو بده شوف؟ هات لنا شوف. اول مرة بحياتي بركب بسيارة على السوق وابل. في اسانسير؟ شايف سوريا من عندي. طيب وفي اصلا صورة ما تعرفوا. يا عفو الله على الراحة النفسية. شوف العشر طوابة شو بتعمل معنا. شوف يا بي، شوف القلق. بس دقيقة لحتى شوف لي القلق. ركب أريان. شوف لي بنحط يا دبل حبيبي دبل يعني. روح بالك انت مالك يا نزل صفحة، نعطيها انترنت، بلاي ستور، يوتيوب، جي بي اس. هذه الكاميرا على الرياض، قصة وحكاية.